وإدراك لما يقتضيه الأمر من تبيان للإحصائيات الرقمية التي طبعت الجهود العامة، ونظرا لحيز الوقت سوف نوجز الأرقام الإحصائية وفق نظرة مختصرة عن الحصيلة التي استطاعت ولاية الأمن تحقيقها والجهود المبذولة والغاية والأهداف المنصوبة. بالنسبة للتغطية اليومية، يمكن أن أذكر هنا بأن عدد المواقع المؤمنة 219، عدد الموظفين المنتشرين يوميا في الشهر العام 1090 موظف، عدد الوحدات القارة 83، عدد الوحدات المتنقلة 113، عدد النقاط الحساسة المؤمنة 60، عدد الارتكازات الاحتياطية 38، عدد الوحدات الخاصة بمكافحة الجريمة 54. أما فيما يخص الجزر فإن العمليات الأمنية أسفرت عن التحقق من هوية ما يزيد عن 852,808 شخص، وعدد الأشخاص الذين تم إيقافهم كأشخاص مبحوثين عنهم خلال هذه السنة 29,758. الأشخاص الموقوفون المبحوث عنهم على الصعيد الوطني 11,403. الأشخاص الموقوفون في حال التلبس 64,677. عدد الأشخاص المتورطين في الإرشاد غير القانوني 3,379. عدد الأشخاص الموقوفين من أجل حيازة أسلحة بيضاء 1,319. عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم للإيواء متشردين ومتصوبين ومختلين عقليا 31,961. عدد الأشخاص المقدمين للعدالة 55,065. عدد الملفات الإدارية والقضائية المنجزة خلال هذه السنة 243,296 ملف أحيل على الجهات القضائية. بالنسبة لمحاربة المخدرات، عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم 27,101. الكميات التي تم حجزها 193 كيلو و 3,193 كيلو من مخدر الشير. الكمية المحجوزة من الكيف 606 من مخدر الكيف. الكمية المحجوزة من التبغ المهرب 250 كيلو. الكمية المحجوزة من المخدرات الصلبة 10 كيلوات و 306 غراما. الكمية المحجوزة من الأقراص الطبية المهلوسة 30,809 قرص. عدد السيارات المحجوزة 96. عدد الدراجات النارية المحجوزة 345. نظرة أخرى حول السلامة الطرقية، فقد تم إنجاز ما مجموعه من المحاضر المخالفات 57,756. عدد الغرامات التصالحية 97,545. عدد الدراجات النارية التي تم إيداعها بالمحجز 43,217. عدد السيارات المخالفة الموضوعة بالمحجز 7,844. بالنسبة لشرطة الحدود، فقد تم مراقبة ومعالجة 7,394,000 شخص على مستوى مطار المنارة مراكش. حضرات السيدات والسادة، هذه نظرة فقط بإيجاز على بعض الإنجازات، مكتفين ببعض الإشارات اعتبارا للحيز الزمني، حيث سقنا أبرز المنجزات التي طبعت فترة ما بين الذكرى الماضية والذكرى 68. ومن خصالنا دائما واجب العرفان والإشادة والتقدير بالجهود. لذا أتقدم باسم السيد المدير العام للأمن الوطني وباسمي وصفتي ونيابة عن كافة أطر ومسؤولي وموظفي الأمن الوطني في ولاية أمن مراكش بالشكر والامتنان والتقدير للسلطات الإدارية المحلية وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش أسفي وجميع المسؤولين بمختلف المصالح والأقسام والمناطق الحضرية لمراكش، وتنويه وتقدير كذلك لمصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ومصالح
القيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والحامية العسكرية ومختلف الهيئات والجهات المؤسساتية والسيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة والسادة رؤساء المحاكم وقضاة النيابات العامة والإدارات العمومية وجميع المؤسسات والمسؤولين.